Colleagues, chers collègues, Mesdames, an urgent dialogue. Alongside my colleague Ahmed Hussein, the Minister of Interior. كذلك أيضا فإنني أشكر كل أدنى أبدأ بأن أقول لكم الجميع بأن كندا تقف معكم وأن كندا أيضا تقدر موقف مصر من أجل الوساطة من أجل السلام بين إسرائيل وفلسطين. مثلكم جميعا فإننا جميعا لدينا مخاوف من الحالة الحالية في غزة ونحن نتخوف من أن يتدهور هذا الأمر كثيرا. وكذلك أيضا هناك أيضا المساعدات التي لا تستطيع أن تدخل غزة الآن ونحن نريد أن نقدم هذه المساعدات بشكل سريع ويجب أن يتم تسهيل كل هذه المساعدات للوصول إلى الجانب الفلسطيني. في الأسبوع الماضي وردا على هذه الحاجة التي نبعت من إسرائيل وقطاع غزة فقد أعلن رئيس الوزراء عن تبرع بقيمة 10 ملايين دولار من أجل قطاع غزة من أجل هذا من أجل توصيل المساعدات. وكذلك أيضا فإن كندا أعلنت عن تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون دولار من أجل دعم منظمة الأمم المتحدة في المنطقة حتى تتمكن من تقديم كل الدعم اللازم من أجل البقاء على الحياة. It will address the urgent needs of the most vulnerable civilians in this crisis. حتى في أوقات الأزمات فإن المبادئ وكذلك أيضا في الحروب يجب أن تطبق المبادئ والقوانين وإن كندا تقف في كل الأوقات مع كل الأطراف وتقول لهم يجب أن يتم احترام القانون الإنساني الدولي. إن الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي متساويان ومتكافئان ولكن ويجب حمايتهما. إنهم يستحقون العيش في سلام وأمن وكرامة وبدون أي خوف. كذلك مثل الشعوب في باقي أنحاء العالم إن كندا لا تدين العمليات الإرهابية التي قامت بها حماس ضد إسرائيل. وفي هذه النقطة فإننا أيضا قد هناك الكثير من القتلى وقعوا في إسرائيل وإن كندا أيضا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي. وكذلك أيضا فإننا ندعو حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن وكذلك أيضا معاملتهم معاملة إنسانية وفقا للقانون الدولي. هناك 400 هناك بعض الكنديين في غزة يجب أن يعودوا مرة أخرى إلى مواطنهم. كذلك أيضا فإننا متحدون في دعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومن الضروري أيضا أن لا يتم تصعيد هذا الموقف ويشمل بعض الأطراف الأخرى الإقليمية كما قلنا صباحا. وفي هذا الصدد فإن أيضا فإن دعم إيران لحماس يشكل قلقا بالنسبة لنا. وكذلك أيضا فإن إيران لديها بعض الجماعات التي تعمل نيابة عنها من أجل زعزعة السلام في الشرق الأوسط. كذلك أيضا في أثناء الحرب من الصعب أن نرى الأمل في الآفاق ولكن على كل حال يجب أن نحرز هذا الأمر ونحقق. يجب أن لا نخاف من التحدث عن الخطوات القادمة. إن كندا سوف تقف دائما إلى جانب حقوق الإنسان وكذلك أيضا فإن كندا سوف تقف دائما إلى حماية الإنسان وسوف نقف أيضا من أجل كرامة الإنسان والالتزام بكرامة الإنسان اليوم. إنني أؤكد على التزامنا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وهذا يشمل حل إقامة دولتين فلسطين وإسرائيليين يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة. هناك نحن الآن كلنا جميعا ملتزمون من أجل مواصلة هذا الزخم الدبلوماسي حتى يتم تحقق هذه الرؤية. نحن نسعى إلى تحقيق الأمن والسلام والكرامة.